واحد ديال الحوايج كيتقال بانه كيما تيقولوا الغيوان فين غادي بينا اخونا. دابا البلاد فين غادا كنشوفوا دابا واحد كيفما قال بن كيران من اللي كيحكموا كيان الفوق وحنا ما خمس سنين كندوزو شويه الهواء. هاد الشيء فين غادي؟ شوف اسيدي 50 وانت جالس وقابلهم والنهار الاول ما بانلكش العابون، النهار الاول حط السواد وزير بحالك، شكون اللي قالك تبقى؟ انا ما كنفهمش، الا كان عندي مسؤوليه وبان لي ما نستطعش نأدي الواجب ونأدي اللي وعدت به الشعب نحط الصوات ونقول لهم اسيدي ما يمكن ليش نحكم ونمشي بحالي، ماشي نجلس في الحكومه ونبدا نقول التحكم. على تبارك الله ملي كتصلحوا عيب الله في الزنقه ما كديروش التحكم، ملي كديروا القوانين اللي كترفع لمستوى المعيشه ديال المغاربه ما كديروش التحكم. واش ما كتشوفش بانه السيناريو ديال خمس سنين اللي جايه مبهم؟ ما مبهم والو، حنا غادي نبقاو في واحد المنظومه اللي كاينه منذ 50 عام، منذ 50 عام ديال الاستقلال. حيد الوقت ديال عبد الله ابراهيم الشيلاخ كله، الملكيه هي اللي سيرت هذه البلاد على هاد الخمسين اللي داز. شكون اللي كان كيحكم؟ بن كيران. شكون اللي كان كيحكم؟ شكون اللي كان كيقوم بالمشاريع الاقتصاديه المهمه؟ بن كيران هو اللي جاب الطاقه ديال الريح وداكشي، هو اللي دار لي زوطوغوت، هو اللي دار الميناء ديال لا ميديتيراني. اش دار؟ كاع المشاريع الكبرى دارتها الملكيه، الملك اللي كيدير هادشي ماشي هو. هاد الحكومه اش دارت؟ دارت قوانين ديال القمع، هذاك الشيء ديال التقاعد، لاكاس ديال المقاصه، القانون على الاضراب، كاع فين ما كان شي حاجه خايبه اللي الملكيه والمخزن ما بغاتش تحمل مسؤوليتها عطاوها لهم هما داروها بحال كلصقوها فيهم. والملكيه والحكم بقى كيديروا المشاريع الكبيره اللي كتهم وشعب الله بلاد. لما راه شدوها في السعوديه تكبصوا على هذيك السيده، يجي رئيس الحكومه ويقول لك انا ما استطعتش. ها هو جا الملك حل المشكل. قالوا المغاربه اش كيقول لك؟ كيقول لك بعدا كاين هو اللي كيحل المشاكل. دابا هذا الشيء اللي وصلنا، المغاربه ولاو متيقنين انه الا كاين شي حاجه نهضروا معاه هو، انه لا حكومه ولا وزراء ولا احزاب ولا هم يحزنون. دابا فين ما وقعت شي واحد شي حاجه كيقول لك انا بالله وسيدنا. We'll be right back.